أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عند دخول الوالي أو العالم في مجلس، هل يجوز القيام له حتى يجلس في ذلك المجلس وليس للسلام عليه؟ مسألة تقديمه في المكان إذا سمحت فيه لا بأس، لكن هو يكره له ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قام أحد وأراده أن يجلس في مكانه يأبى ويجلس في حيث انتهى به المجلس. من ناحية كانت أنك تقوم له تقديرا له لا بأس، أما هو فلا ينبغي له أن يقبل هذا، بل يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم.